ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده في فيديو جديد وفكره جديده. وفكره النهارده هنعمل مع بعض اباجوره كده بطريقه سهله وبسيطه. كمان كل الخامات اللي انا استخدمتها في الفكره النهارده خامات بسيطه وموجوده عندنا في كل بيت، وكمان مش هتكلفنا اي حاجه خالص. خليكم معايا لاخر الفيديو وان شاء الله الفكره النهارده هتعجبكم قوي. كمان بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل فكرة النهاردة مع بعض ازاي. اول حاجه بقى استخدمتها في الفكره ده كده كان جردل قديم موجود عندي، كنت جايبه فيه دهان وكده، فبدات ان انا اقص منه اجزاء رفيعه كده. وطبعا الاجزاء التانية دي اخليها برده ان شاء الله نعمل بيها افكار تانية. انا استخدمت بس جزئين كده قصتهم بحيث ان هم يكونوا رفيعين معايا عشان ابدا استخدمهم في الفكره. استخدمت القطر كده وبدات ان انا اسخنه، وبعدين بدات ان انا اقطع بيه كده اللي هو الجردل البلاستيك ده عشان برده يبقى سهل معايا في القطع وكده. وبعد خلاص ما قطعتهم الاثنين استخدمت صنفرة وبدأت ان انا اشيل برضو اي زيادة موجودة معايا. إيه كمان كان عندي اللي هي الماسورة بتاعة الستارة دي، كان جزء كده متبقي منها، كان جزء بسيط يعني، فقلت استخدمه بقى في الفكرة. واخر حاجة استخدمتها ده كوستر كده اللي هو بتاع المطبخ، كان عندي موجود عندي، كنت وريته لكم في فيديو المشتريات، فهبدأ ان انا استخدمه بقى. ده اول حاجة هستخدمها في الفكرة دي. الخطوة اللي بعد كده كمان بقى بدأت ان انا استخدم جبس ابيض، وكمان استخدمت اسمنت، بس اسمنت اللي هو اللي لونه بني دوت، يعني ما استخدمتش اسمنت ابيض. الاتنين مع بعض لما بنخلطهم كده كويس يعني بيمسكوا كويس قوي في الحاجة. ساعات الاسمنت الابيض لما كنت بستخدمه كان بيفك مني، بعد كده بيبدأ ان هو يشقق كده تشققات بسيطة كده وبعدين بيفك، فحبيت ان انا استخدم المرات الاسمنت اللي هو الاسود ده. وكمان استخدمت معاه الجبس، بدأت احط كده كمية منهم على بعض وبعدين بدأت ان انا اقلبها كويس. وطبعا بقى لو حسيت ان انا عاوزة يعني زيادة او كده بدأت ان انا ازود. انا كده كده عايزة اعمل طبقة بس بسيطة كده تحت، دي اللي هتثبت معايا الاباجورة من تحت، فهتكون طبقة يعني ايه مش سميكة قوي يعني، عايزاها رفيعة برضه عشان ما تبقاش تقيلة برضه معايا قوي. هبدأ كده ان انا ازود بقى عليها شوية مية كده علشان نبدأ ان احنا نعجنها. وعايزة اقول لكم انها برضه ما تبقاش ماسكة قوي ولا برضه تبقى زي المية كده، عايزين القوام بتاعها يكون كويس. انا كده خلاص هعجنها واثبت فيها برضه العصاية، ونشوف بقى هنكمل برضه الفيديو ازاي. هنبدأ بقى نستخدم كده الحلقتين اللي احنا كنا قصينهم، هنبدأ بقى نحط عليهم الكوستر كده. بدأت ان انا اثبته كده، وكنت بوريكم الفكرة اللي انا عاوزة اعملها، يعني انا هحط المفروض واحد فوق وواحد تحت وهلف الكوستر ده عليهم كده. طبعا هستخدم بقى مسدس الشمع وهبدأ ان انا احط اجزاء كده بسيطة منه علشان برضو ابدأ الف كده الحلقة اللي احنا عملناها مع بعض. ممكن كمان تستغنوا عن الجزء البلاستيك اللي هو بالجردل ده، ممكن كمان تستخدموا اللي هي الطارات اللي احنا بنشتريها اللي هي بتكون الخشب دي، او اي حاجة برضو تكون واخدة الشكل عندكم الشكل اللي هو الدائري ده، يعني اي حاجة برضو ممكن انها ايه تحل الموضوع معانا. انا بصراحة كان عندي الجردل ده وحبيت برضو ان انا اعملها معاكم كده من غير اي تكاليف، برضو عشان اللي حابب ان هو يجدد عنده البيت مثلا او حابب ان هو يعملها تبقى الفكرة برضو سهلة معاه وكده. هبدأ كده ان انا لفها بقى كلها بنفس الطريقة دي وهلزقها. انا هلزق كده جزء معاكم برضو اوريكم انا بعملها ازاي، والجزء بقى اللي هو الباقي طبعا من الكوستر ده هبدأ ان انا الزقه عليه برضو واكمله كده. انا بس بأكد كده بحط شوية من مسدس الشمع برضو علشان ما تفكش مني بعد كده. هبدأ بقى برضو اثبت الجزء كده الحلقة التانية اللي هي موجودة معايا كده على الكوستر من تحت، وهلزقها كده برضو بنفس الطريقة اللي احنا عملناها مع بعض. والجزء بقى الباقي اللي هو من الكوستر ده هبدأ ان انا اقصه كده واظبطه والزقه برضو، ونرجع تاني كده ونشوف الفيديو بتاعنا هنكمل فيه ايه. ايه ده كده بصوا بقى كان الجزء اللي احنا عملناه مع بعض بالاسمنت كده. خلاص كنت سبت يوم تقريبا بعد ما نشف، بجد طلع حلو قوي، طلع سهل كمان كده من الجردل الصغير اللي انا كنت حاطاه فيه ده، بقيت خايفه لا يمسك فيه لاني نسيت بصراحه ادهن الجردل حاجه يعني ماده كده بحيث ان انا اطلعها سهله، بس الحمد لله يعني هي طلعت سهله معايا. بدات ان انا صنفر برضو اي زياده كده موجوده فيه، استخدمت صنفره كده اللي هي بتاعه الخشب العاديه خالص، وبدات ان انا صنفرها كده وظبطتها. وكمان وريتكم كده الجزء
الجزء اللي هو بتاع الكوستر اللي انا كنت ركبت فيه الحلقات ده بعد ما خلاص خلصته خالص. وهنبدأ بقى الخطوة اللي بعد كده، نبدأ بقى ان احنا ندهن الجزء الاسمنت ده. انا استخدمت دهان بلاستيك ابيض، وبدأت بقى بايه، باسفنجة كده ومشبك زي ما احنا متعودين، وبدأت ان انا ادهن. بصراحة اديتها لون تاني خالص، يعني برضو انتوا اللي انتوا حابين تدهنوا بيه او اي لون طبعا انتوا عاوزينه. انا كان عندي الابيض، يعني حسيت ان هو هيمشي كمان مع لون الكوستر كده اللي احنا استخدمناه في الشابوه بتاعها من فوق، فحبيت بصراحة ان انا استخدم الابيض. هبدأ كده ان انا ادهنه برضو، وطبعا هدهنه كام طبقة علشان اللون يبان معايا. انا كده دهنت اهوت اول طبقة تقريبا، وبعدين بدهنه الطبقة التانية علشان اللون الابيض بس بتاعه كده يبقى برضو كويس معايا. ايه ممكن كمان كنا ندهن اللي هي الماسورة دي، بس انا كنت حابة بصراحة لونها كده، حسيت ان شكلها كويس، يعني ما حبيتش بقى ان انا ادهنها او اغير لونها. انا ممكن بعد كده ابقى الف مثلا عليها خيط خيش او اي خيط كده موجود عندي يديها برضو شكل جديد، يعني نحس ان احنا جددنا برضو في شكلها. فعشان كده انا سبتها، ما حبيتش ان انا ادهنها يعني او اغير لونها. ايه بصوا بقى، ده اخر جزء كده معانا في الفيديو. هنبدأ بقى نثبت الشابو كده في الجزء اللي هو من تحت. بصراحة جربت حاجات كتير قوي، يعني حاولت ان انا الزقهم في بعض باللزق بالشمع باي حاجة، ما كانوش بيلزقوا، كانوا على طول بيفكوا من بعض. فجت لي فكرة كده كنت استخدمتها برضو في فكرة اباجورة كنت عاملاها زمان اول ما بدأت افتح القناة، فحبيت ان انا استخدم الفكرة دي معايا برضو النهاردة. بدأت ان انا استخدم عصايتين كده من هم بتوع الشيش طاووق، وبدأت ان انا اثبتهم في بعض بالاستيك، الاستيك اللي هو بتاع الفلوس العادي ده. عملت منهم اتنين زي ما انتوا شايفين كده، بدأت ان انا اثبتهم على الماسورة من تحت، فتحتهم قوي ودخلتهم كده في قلب الماسورة، وبعدين ثبتهم بقى ايه على الشابو بتاعتي من كل طرف كده برضو بمسدس الشمع. فدي كانت احسن طريقة معايا بصراحة، ثبتت كويس وكان شكلها برضو كويس، فعشان كده استخدمت الفكرة دي. كمان بقى دي اللمبة اللي هي موجودة عندي، ممكن كمان تستغنوا عن الجزء اللي تحت ده، بس هي اللي كانت موجودة عندي بصراحة، فقلت ان انا هستخدمها لحد برضو ما بجيب ايه لمبة باللي هو الجزء الصغير اللي بتاعها اللي تحت ده، يعني من غير الجزء الابيض اللي معايا ده. هبدأ ان انا ثبتها كده برضو، وده كده كان شكلها النهائي بصراحة، كان شكلها حلو جدا، وادتها برضو اللون كده بتاع اللمبة، اداها شكل كويس كده. فيديو النهاردة خلص، وفكرة النهاردة خلصت من الأفكار السهلة والبسيطة واللي ما كلفتناش أي حاجة. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها، كل الأفكار اللي بنعملها مع بعض. واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد. Premium.